هلا شوفوا شو راح نقول. كل واحد من هدول الـ variables بيمثل origin destination pair. ايش الـ origin destination pair؟ starting with the origin B1 لـ B1 مضبوط؟ راح يكون عندي هون هلا المشكلة هون ما راح يكفي 36 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 هي 18 راح يطلع معي 2 columns ناخذ 2 columns كبار هي عندي 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 هلا رح نيجي نقول رح احط الكولوم هذا هون هاي التيبل تبعت السي دي اف هذا عندي 1 2 3 4 1 2 3 4 هلا شو الاوريجن ديستنيشن بيرز في عندي 36 اوريجن ديستنيشن بير نبدا فيهم واحد واحد عندي اول اوريجن ديستنيشن بير راح يكون بي 1 الى بي 1 مش هيك وهلا نمشي راح نمشي بهذا الشكل هيك هلا بدك تمشي زي ما بدك تقدر تمشي بس احنا لازم نمشي على طريقه معينه نعتمدها راح احط سهم من هون نازل الى ونفس الشيء رح نعمل زيجزاج زي هيك اه فراح اخذ اذا بي 1 لبي 1 بي 1 لجي بي 1 لواحد بي 1 لاثنين بي 1 لثلاثه بي 1 الى اربعه وبي 1 الى خمسه ما فيش خمسه فيش بعدين عندي جي حتى نشتغل مضبوط جي وين بده يروح بالاول بي 1 جي لجي جي الى واحد جي إلى 2 جي إلى 3 جي إلى 4 جي إلى 5 5 بعدين عندي هلا 1 إلى بي 1 1 إلى جي بعدين عندي 1 إلى 1 1 ل 2 1 ل 3 1 ل 4 وما في 5 مش هيك هاي هلا خلينا نحطهم خط هذا هو الايفنت وهذا هون الايفنت هاي بس تكمله التيبل رح تطلعون 1 ل 4 اذا هلا 2 الى بي 1 2 الى جي 2 الى 1 2 ل 2 2 ل 3 و 2 ل 4 بعدين عندي 3 ل بي 1 3 ل جي 3 ل 1 3 ل 2 و 3 ل 3 و 3 ل 4 بعدين عندي 4 إلى بي 1 4 إلى جي 4 ل 1 4 ل 2 4 إلى 3 و 4 إلى 4 هي كل الايفنتس الممكنة أنا عارف في ايفنتس ممنوعة إذا كان شغلنا مضبوط لازم يبين هون احتمال إنه ما فيش ما بيطلع فيش لها احتمال طيب هلا رح نيجي نقول خليني هون أحط راندوم فيريبل وإذا الراندوم فاريبل هذا كان بين قيمتين خلينا نستفيد هون شوي من المساحة هلا هذا الايفنت بيحصل إذا كان الراندوم فاريبل بين تو فاليوز أنا عمالي بدي أحوله لدرج بس ما راح أرسم الدرج الدرج ملوش معنى راح أحول الدرج إلى تيبل راح نيجي نقول الآن من هون ونفس الشيء هلا هاي هون راح أختصر شوي من المساحة أحاول أستفيد من المساحة اللي موجودة هون هلا ناخذ هذه من هون هلا هذه اكس بدها تكون أكبر من أو تساوي زيرو وأقل من زيرو ما فيش عندي إشي أجمعه إذا إيش احتمال الراندوم فاريبل يكون بين زيرو وزيرو زيرو عمره ما رح يطلع هيك إذا هذا الإيفنت مستحيل ونفس الإشي إذا أخذت اللي بعده رح يطلع معي إكس زيرو أوكي هلا الإيفنت هذا ممكن إذا بده يكون هذا الإيفنت بين قديش وقديش اللي هو إيش اللي هو بي 1 إلى واحد رح يكون من زيرو ل 0.04 إذا إكس بده يكون أكبر من بوينت عفوا أكبر من زيرو وأقل من بوينت زيرو فور مضبوط؟ بثبت اللي يساوي على جهة واحدة صح؟ آه يساوي على جهة واحدة لحد آخر واحدة إذا بدك من هون وفي عليها نقاش طويل مع
لناس مجموعتها المفروض ما يأثر. إذا كانه ترو راندوم فيربل مستحيل يطلع بيساوي زيرو، مستحيل يطلع يساوي واحد. بس إحنا يعني مفروض إذا بدنا نكون، إذا طلع معي واحد لازم أخذه بعين الاعتبار. طيب بعدين عندي هلأ هون، هلأ شوفوا شو راح نعمل. راح أصير أحط، بدنا نجمع هلأ هذا، هذا بده ينزل زي ما هو هون. هلا اذا بدكم نجمع هدول بعدين بنركب هدول. 0.048 ايش بدنا نجمع له؟ 0.036 قديش بصير؟ 0.084 0.084 بدي اجمع له 0.024 شو بصير؟ 0.108 بدي اجمع له 0.012 هلا ناخذ اللي بعده 0.12 بدي اجمع له 0 و 0.12 بدي اجمع له 0. هذول التو ايفنتس راح يصيروا كانهم اكس اكبر من او يساوي 0.12 اقل من او يساوي 0.12، فكاني عمالي بقول ان هذول الايفنتس مستحيلين. ها 0.12 بدي اجمع له 0.112 0.232 0.232 بدي اجمع له 0.084 على صوته 0.316 واجمع له 0.056 0.372 واجمع له اخر شيء 0.028 0.4 هلا هاي بتنزل اوتوماتيكيا هون. لاحظين حطينا هاي عشان ما نلخبط حالنا، لو طلع لهذا 0.232 رح تصير تفكر احطه هون ولا احطه هون. اوكي 0.316 بيطلع هون، 0.372 بيطلع. اوكي جيد، لانه هذول كلهم شو بيمثلوا؟ صح كويس كلامك، اللي هو كل الانكمينج ترافيك. جيد اوكي هلا بنكمل بعدين بناخذ 0.4 بدي اجمع له. خلينا نحاول نكملها معلش هاي لانه صعب ارد ارسمها مره ثانيه المره الجاي. 0.4 ايش بدنا نجمع لها الان؟ احنا نزلنا هون هيك 0.4 بتصير 0.448 مش هيك؟ وبوينت بجمع لها 0.112 0.56 وبجمع لها 0 بتضلها 0.56 وبنجمع لها 0.034 0.594 وبنجمع لها 0.0228 واخر شيء بنجمع لها 0.0114 0.6286 اي رقم اللي غلط؟ ايوه هذا اللي عندي هذا ايش لازم يكون؟ 0.569 واجمع له اخر رقم اللي هو 0.0114 0.6082 0.6 0 ايوه 0.32 لا هلا بنجمع له 0.036 دكتور الارقام اللي قبل كانت صح؟ ايرهون طيب مره ثانيه 0.559 هذا مزبوط؟ اه ايش هذا لازم يكون اللي حكاهم الاول الشاب الاول خالد حسن اذا انخرب قديش؟ 0.618 ما ردوش عليك اول مره 0.6168 ايش مش معلوم 0.682 طيب 0.6282 بدنا نجمع له الان 0.036 0.6642 ونجمع الان 0.084 0.7 8 2 2 وبعدين ايش بنجمع لها؟
صفر صفر بتطلعها نفسها 0.7822 وبعدين نجمعها 0.0171 0.799 وبعدين بجمع لها آخر إشي هذا اللي هو 0.0085 0.8 0.78 okay. 0.78 okay. وبعدين بجمع له هلا الآن 0.024 0.318 ومنجمع له الآن هون مظبوط احنا صرنا 0.056 0.8878 ومنجمع له الآن 0.0228 0.9106 منجمع له point هاي جمعناها ضل عندي 2 وهذه 0 0.17 ما جمعنا 0.17 مظبوط 0.9277 هلا هذا مفروض 0 مش هيك اجمع له طيب وبعدين نجمع اخر رقم هون اللي هو 0.0057 0.114 هلا احنا هون المفروض شو نعمل؟ نحط هذه واحد لانه اخر واحد لازم يضل هاي راح اسويها ايكوال وهي هيك وهاي راح تصير وهدول راح ينزلوا من تحت طيب اخر شيء بس نكتب هدول الارقام ننزلهم طبعا لو ما طلعش واحد هون عندنا مشكله هلا كل الارقام هون بلاش خلص مفهومه واضحه كل الارقام هون بتعمل هون طيب هلا سؤال اخير قبل ما نكمل كيف الان بحول من راندوم فيريبل قيمته من 0 ل 1 يونيفورملي ديستريبيوتد الى واحد من الايفنتس ال 36 هذول بعمل جنريشن راندوم نمبر بعمل جنريشن اعطيني راندوم نمبر حد على الحاسب يكبس يجيب راندوم نمبر من 3 ديجيتس 3 ديسيمال بليسز مثلا كمثال 0.42 لو اخذنا 0.42 وين الراندوم فاريبل بقع ما بين هاي عندي 0.4 وهي 0.48 فنزل ال 0.4 هون عشان نكون 0.4 و 0.448 مين اللي بقع هو الايفنت لواحد لبي 1 هل بصير اروح انا من واحد لبي 1 بصير ليش في عندي اوت جوينج ترافيك اوكي هاي عمل جنريشن لباسنجر والباسنجر عملت له جنريشن ان سبيس شو يعني ان سبيس حددت الاوريجين تبعه والديستنيشن ما حددنا لسه ان تايم ايمتى بتولد هذا الباسنجر ما حددنا هذا الجزء الثاني